نرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. سيطرت الارقام السلبيه على نتائج الجوله الاولى للمجموعه الثانيه بالبطوله العربيه للانديه كاس الملك سلمان 2023، وده بعد نهايه مباريات امبارح في افتتاح مشوار المسابقه في كاس الملك سلمان. تعادل الوداد المغربي مع نظيره السد القطري بدون اهداف في المباراه اللي جمعت الفريقين على ملعب مدينه الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضيه في افتتاح البطوله العربيه اللي بتستضيفها السعوديه حتى 12 اغسطس اللي جاي. كمان اتعادل الهلال السعودي مع فريق اهلي طرابلس الليبي في المباراه اللي جمعت الفريقين على استاد مدينه الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضيه، وده ضمن المباريات الجوله الاولى للمجموعه الثانيه في دور المجموعات من بطوله كاس الملك سلمان للانديه 2023. فاز نادي الاتحاد السعودي على الترجي التونسي بنتيجه 2-1 في المباراه اللي اقيمت بينهم على ملعب مدينه الملك فهد الرياضيه في كلاسيكو عربي قوي بالجوله الاولى للمجموعه الاولى بالبطوله العربيه للانديه كاس الملك سلمان 2023، ليتصدر الاتحاد ترتيب المجموعه بالتساوي مع الشرطه العراقي برصيد 3 نقط بعد فوز الاخير صفاقسي 1-0 في الجوله الاولى. تربع المنتخب الوطني للجودو على عرش القارة السمراء، وده خلال مشاركته في منافسات بطولة إفريقيا للشباب والمقامة حاليا في مدغشقر، وحصد المنتخب الوطني كأس البطولة بعد الفوز ب 14 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات. تأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان لنصف نهائي سباق 30 متر فراشة بعد احتلالها المركز الخامس في التصفيات بزمن 25.77 ثانية في بطولة العالم للسباحة باليابان. فريق أرسنال حقق الفوز على برشلونة بنتيجة 5-3 في المباراة الودية اللي جمعتهم في الولايات المتحدة، وده ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. فريق النصر السعودي اتعادل مع انتر ميلان بهدف لكل فريق في المباراة الودية اللي جمعتهم ضمن استعدادات الموسم الجديد 2023-2024.